السلام عليكم الإخوان الفلاحة. إن شاء الله اليوم غادي نتكلموا على موضوع اللي هو التعامل مع الأراضي الكلسية. كيف ما هو معروف في نيتنا في المغرب واحد النسبة مهمة ديال هذا النوع ديال الأراضي، وهنايا الفلاح يعني خاصو يحاول ما أمكن يكون عنده معطيات وكيفاش أنه يحاول يتعامل مع هذا النوع ديال الأراضي. هو كيف ما هو معروف يعني هذا النوع ديال الأراضي هو النوع اللي كيكون فيه واحد النسبة ديال الفئات كتجاوز 8% من الكربونات الكالسيوم. يعني في هذه الحالة هذه كنصنفوهم من أراضي الكلسية. هذا النوع ديال الأراضي هذه يعني كاين الفلاح اللي كيسميوها البياضة. هذا النوع هذا كيخلق لنا مشاكل بالنسبة لواحد المجموعة ديال الزراعات. وأول مشكل اللي كيخلق لنا هو بلوكاج ديال واحد العدد ديال العناصر المعدنية اللي مهمة وكتبقى ضرورية في النمو السليم ديال واحد المجموعة ديال النباتات وديال الزراعات. أول عنصر اللي كنلقاو مشكل هو عنصر الفوسفور، وكما كتعرفوا الأهمية ديال عنصر الفوسفور في النبات من حيث أنه هو كيمثل الطاقة بالنسبة للنبات، والأهمية ديالو في الإزهار وفي على مستوى الجذور وعلى مستوى النبات ككل. يعني كيكون بلوكاج ديال هذه المادة ديال عنصر ديال الفوسفور لأنه كيرتبط بعنصر ديال الكالسيوم وكيصعب على النبات الامتصاص ديالو. إضافة إلى عنصر ديال الحديد، كيكون مشكل عندنا ديال الامتصاص ديال عنصر الحديد. هنايا كذلك كاين مشكل ديال العناصر الصغرى، لأن هنا في هذا النوع ديال الأراضي كنلقاو لو بي اش كيتجاوز 8 بالنسبة لهذا النوع ديال الأراضي. إذا في الحالة اللي كيكون لو بي اش كيتجاوز 8 هنايا كيكون اوتوماتيكمون عندنا واحد البلوكاج ديال واحد المجموعة ديال العناصر اللي هي 6 عناصر صغرى. ورغم أن النبات ولا الزرعة كتحتاج بواحد الكمية قليلة، إلا أن الدور ديالها مهم. يعني الخصائص ديال عنصر واحد في هذه العناصر هذا كيقدر أنه يدي لنا يكون عنده تأثير كبير على الإنتاج. هذا من جانب. من جانب اخر، يعني حنايا شنو كنصحوا الفلاحه انهم يحاولوا ما امكن يديروا استصلاح ديال هذه الاراضي هذه، خصوصا اضافه الماده العضويه. من كنهضروا على الماده العضويه يعني يحاول ما امكن الفلاحه يضيفوا الغبار، لان عنده واحد الدور كبير انه كيحاول ما امكن يدير لنا كيعادل البي اش، كيهبط لنا البي اش. وكذلك الدور ديال الغبار في الاحتفاظ ديالو بالرطوبة. النصيحة اللي كنصحوا الفلاحة ان تكون هذه المادة العضوية تكون متحللة، يحاول ما يكونش غبار جديد، تكون مادة متحللة باش يكون عندها واحد التأثير بالنسبة على مستوى هاد الأراضي هذه. بالنسبة للتسميد، دائما كنصحوا الفلاحة انهم يحاول ما امكن يعطوا واحد النوع ديال الأسمدة اللي كتكون التسميد عن طريق يعني الاحماض، يركزوا على لاسيد فوسفوريك ولا لاسيد سولفوريك ولا لاسيد نيتريك. يعني هذا بالنسبه يعني لان لاسيد كيهبط لنا لو بي اش وكيخلي الامتصاص ديال واحد مجموعه العناصر اللي كيكون واحد يعني خاص باش ان تمتص ديك العناصر، يعني كتكون في حدود 6.5 حتى 7، يعني باش ممكن ان الزراعه ولا النبات يمتص دوك العناصر. إضافة إلى هذه المسألة، يعني بالنسبة للفوسفور كنصحوا الفلاحة أنهم ما يتعطاش يعني في مرة واحدة، يتعطى على شكل دفعات ويكون على صورة ديال الأحماض. بالنسبة للعناصر الصغرى، يعني كنحاولوا يعني نصحوا الفلاحة أنهم يكون الرش الورقي على مستوى الأوراق، وإذا كنا نعطيهم في الجوتا جوت يكون كيلاتي. كاين في هذا الحديد الكيلاتي يعني كيكون الامتصاص ديالو ميسر. كذلك بالنسبة للملحة، كنهضروا على الملحة اللي هي الأزوت. كنصحوا الفلاحة أنهم يضيفوا يستعملوا الأمونيترات، يعني 33.